بحاول ادور على البنطلونات القديمه، يعني البنطلونات اللي لبستها قبل كده. اهو يا جماعه، اهو بص، انا بدور في البنطلونات على ساعات الواحد يقلب بنطلون كده يلاقي مثلا ايه ربع جنيه، 50 قرش جنيه. فاكرين انتوا القصه دي؟ او دور في جيب مثلا حاجه كده، جيب جاكيته فتدور في جيبها كده وانت قاعد مفلس، تدور تلاقي مثلا ايه 5 جنيه كنت ناسيها مثلا، يعني 10 جنيه كنت سايبها في حته، 2 جنيه. والمهم تلم كده، تقعد تلم كده، تطلع شويه فلوس حلوه وتحل بيهم ازمه، يعني مثلا تجيب بيهم ايه ولا حاجه. ده بقى اللي بيعمله نظام السيسي. نظام السيسي دلوقتي بيفتش في البنطلونات اللي ايه اللي ما اتغسلتش، اللي كنت لابسها الاسبوع اللي فات. فدلوقتي عملوا قرار جديد، قال لك على السفارات والقنصليات اللي بره، كل الناس اللي بره عندها موقف من التجنيد محتاجه تجدد باسبور. الباسبور عشان تجدد لازم تعمل موقف التجنيد. طب نعمل ايه؟ قال لك بص يا معلم، احنا ممكن نحل لك مشكلتك مع التجنيد دي ازاي؟ فنزلوا المنشور ده على كل السفارات انه يا جماعه تعالوا حول فلوس واحنا هنخلص لك موقفك من التجنيد، سواء اعفاء اي حاجه في الدنيا، احنا تحت امرك. هيبدا الموضوع ب 5000 يورو او دولار. فهو دلوقتي عبد الفتاح السيسي بعد ما ندار في مش لاقي دولارات، فراح عمل شهادات ادخاريه دولاريه، فمش نافعه برضه، مش هتمشي يعني، مش هتمشي. وقال لك تعالى ان شاء الله تحط 1,000,000 دولار مش هنسالك بتوع مين. وراح الراجل بتاع البنك قال لك 1,000,000,000 دولار مش هنسالك، عشان يقلب فلوس المصريين. وبعدين واحد تاني قال لك طب ما ندور في البنطلونات اللي ما اتغسلتش، اللي احنا كنا لابسينها الاسبوع اللي فات. فنقعد نقلب بقى نلاقي جنيه، ربع جنيه مخروم، 25 جنيه 10 جنيه كانت اتغسلت وطلعت، ونلم الحصيلة دي. فهم دلوقتي اللي بيعملوه بيحاولوا يلموا فلوس من البنطلونات اللي اتغسلت او اللي لسه ما اتغسلتش، اللي كنا لابسينها. لان وكيل خطة البرلمان بيقول ايه؟ بيقول مين اللي قال، مين اللي قال ان مصر ما فيهاش دولارات؟ الشعب المصري معاه دولارات. فهم بقى نظرا اهو التصريح قدامك اهو، هي نفس النظريه دي، نظريه ايه؟ مين اللي قال ما فيش دولارات في البلد؟ في دولارات، بس عايزه تفتيح مخ. ازاي نقلبها؟ نقلبها ازاي؟ نعمل شهادات دولاريه. اوكي نعمل شهادات دولاريه، وما نسالكش انت جايب الفلوس منين، يعني حتى الحرامي ممكن يبقى معانا تمام جدا. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نقلب الجماعه اللي بره، في 3 4 5 10 مليون بره قاعدين عندهم باسبورات ومحتاجين يجددوا، ومحتاجين اي هباب، عندهم ولاد صغيرين محتاجين يعملوا موقف من التجنيد. طيب ما احنا ايه رايك ما نقلب الرزق اللي بره، السبوبه اللي بره اللي حلوه دي، ونحاول بقى نخليهم ايه يبقوا كويسين كده جدا، ونقلبهم في بعض كده، ونجيب منهم قرشين حلوين، 5000 يورو او دولار، وقلب يا معلم 10 15 مليون مصري عايشين بره، نلم منهم لو كل واحد 5000 يورو او دولار، تعمل مبلغ. المشكله بقى اللي هم مش فاهمينها، ان سواء شهاده الادخاريه الدولاريه دي، او انك انت تقلب المصريين بره في السفارات والقنصليات عشان تدفعهم 5000 يورو و5000 دولار، برضو ده مش هيحل لك مشكله نهائي. ده بالظبط نفس القصه اللي وريتها لك في الدولاب هنا، مش انا وريتك الدولاب اهو؟ مش انا قلت لك يقعد يقلب في البنطلونات ويقلب في الجواكت وبتاع عشان يجيب يلاقي اي 50 قرش؟ ده مش هينفعك. يعني في الاخر لما تقلب في البنطلونات القديمه انت تقدر تجيب 8 تذكره مترو، لكن ما تقدرش تجيب 8 سندوتش. تقدر تبص تشطف الغسيل كله والبنطلونات كلها تطلع تمن يدوب مثلا ايه حاجه تديها للسايس، لكن مستحيل هيجيب لك اكل وشرب، مستحيل هيسد عنك دين. مصر قفلت فعلا، قفلت ضبه ومفتاح. الدولار ضرب في السجاير، ضرب في الغاز. على فكره في كلام النهارده في البرلمان ان الغاز قدامه شهر، الكهرباء دي هتفضل كده شهر. هي الحكايه كده قفلت، صدقني انا زي بورد ترامب حمزه كده قفلت. تحياتي.